لبنان او سوريا، كم من رياضات كانت برزت المصارعه بالنسبه للبطل العالمي المصري والمصارعه البطل العربي، كلها يمكن تعطي نتائج اكثر، ولكن الاعلام حدو بعد اسبوع من 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 ميداليه نسات المصارعه وما بقاتش. ولكن يمكن يكون غلط، غلط الاتحادات، غلط الاتحادات، لا انتهت مشاركته يا استاذ. لا اسمح لي، دابا كنقول بان هو هناك هو مصارع دخل هذه المنافسه، حققها، تم تصويره، تم كتابة عنه أخبار لمدة أسبوع، انتهى. ولكن ماذا أفعل؟ هل ألاحقه في بيته؟ لا، ما خصناش نحبسه في الأسبوع، خصنا نكملوا نشوفوا أسباب، الأسباب اللي يمكن لا تخفق أو أسباب النجاح. هم ضحية مشاركات صغيرة جدا. ألعاب القوة أنا قلت لك، السباحة مثلا، هذه المشاركات هي متقطعة، ليست ألخص لك بأن لازم هناك منتوج، لازم هناك منتوج كيجي من الاتحادات، ولازم هناك اتحادات تكون عندها إمكانيات مادية، إمكانيات تكوين، إمكانيات بنية تحتية، ولازم الإعلام أنه يساهم في تطوير هذه الرياضات، لأنه بدون إعلام، بدون وصول التلفزة، ممكن أي شركة تبعك لما كانش تلفزيون، حسب رايك استاذ نور الدين، تاعك في استاذ نور الدين عبد النبيل امين العام للجنه الاولمبيه المغربيه، حسب رايك ما هي الحلول لتغيير هذه الصوره؟ هل نحن بحاجه الى ثوره ثقافيه بالمعنى المجازي واعلاميه في هذا الاتجاه، ام نترك الامور تسير على ما هي عليه للطبيعه؟ لا، ما خصناش نخلي الامور للطبيعه، لازم ان هناك تكون هناك دورات تكوينيه او اختصاص، بحال اللي قال الاستاذ، اختصاص، لازم عندنا اعلاميين مختصين. هل يمكن للجان الأولمبية أن تساهم، والوزارة تساهم في خلق هذا الفضاء في تكوين إعلاميين متخصصين؟ بدينا في المغرب بالتكوين مع الجمعية العربية للصحافة الرياضية والأخ جميل، بدينا بالتكوين مختصين في كرة السلة وفي رياضات أخرى، إعلاميين مختصين، ولكن هذا ما كافيش، لأن لازم إعلاميين مختصين، لازم الاتحادات أنها تعمل بحال اللي قلت وتخلق المنتوج، بدون منتوج، بدون جمهور، بدون ألوان داخل القاعات، بدون احتفالية داخل القاعات، ما يمكنش الإعلام يتبعنا. طيب، وما يمكنش يكون هناك تسويق لهذه الرياضات هذو. أخ سلطان، هل نحن في حاجة إلى ثورة إعلامية؟ هل نحن في حاجة إلى زعزعة هذا الواقع؟ وما السبيل لذلك؟ أبداً. شوف، تخلي الأمور تمشي كما هي. أنا وفق يعني معرفتي أو وفق خبرتي المتواضعة جداً، أعتقد أن الموضوع يعني ترى عادي جداً، والواقع يفرض نفسه. أنا لا أستطيع أن مثلاً أجي دولة مثل الهند أن أفرض عليها كرة القدم، ولكن أنتم تفرضون كرة القدم على كل الناس في الجرائد وفي التلفزيونات. لا يمكن. شوف، أنا علشان أطمن الأخ نور الدين، أطمنه على تطمين هذا. الآن الوسيلتين إعلاميتين هم الأفضل والأقوى تأثيرا في العالم، التلفزيون والإنترنت، إذن لا تتكلم عن الصحف. الصحف أصبحت الآن أقل درجة واهتماما، لأنها تطبع في اليوم التالي والأخبار قد تكون وصلت، ولذلك اهتمامكم يجب أن يكون مصبا على التلفزيون. التلفزيون غالب الأحيان في أكثر دية الدول العربية هو ملك من الدول. إذن اذهب إلى الانتقاد إلى الحكومات وليس إلى، ولكن الحكومات يهمها الأمر أن الناس تبقى مهتمة بكرة القدم أكثر من، لكن إذا ما كان في تفاهم، وإذا ما كان جلسة، الأمر لا يساعد الحكومات أبدا. يساعد الحكومات، لا يساعد الحكومات أبداً. الحكومات تريد أن يبقى الناس مهتمين بكرة القدم أبدا. نعم، هناك بعض الحكومات تعطي أهمية كبرى لهذه الرياضة نظرا لتأثيرها الكبير أيضا على الشباب، لكن هذا المحك وهذا الاختبار الحقيقي لقدرة اللجان الأولمبية من عدمها على الإقناع. إذا ما دامت اللجنة الأولمبية غير قادرة على إقناع الحكومة في بث تلفزيوني أو إنشاء مواقع إلكترونية أو التفاعل عبر فيسبوك وتويتر أو التفاعل عبر الجوال ورسائل الجوال وسائر التقنية الموجودة الحديثة، إذا لا يجب أن ترمي فشلها على كلام معقول. أخ نور الدين، إذا خص لازم الحكومات أن تهتم بالرياضات الأخرى. كنعرف بأن ميزانية كرة القدم هي 10 مرات ميزانية الجامعات الاتحادات كلها الأخرى، إذا لازم الاهتمام، بحال قال الأخ التونسي، قال بأن لازم الحكومات تهتم وتعطي إمكانيات أكثر للرياضات أخرى حتى يمكن لها تخلق واحد المنتوج. وهل الحكومات لها الحق في أن تفرض على جماهيرها متابعة رياضة من لا الأخرى؟ ولكن بإعانة هذه الاتحادات الأخرى يمكن الاتحادات الأخرى تعمل أكثر وتخلق منتوج لإصلاح الشاشة وإصلاح الإنترنت وإصلاح باش يكون مسوق. أنا لو كنت في بلد ونشوف في التلفزيون كل يوم كرة اليد،
نغير القناة يعني. لا ما نشوفش كرة اليد، نشوف كنشوف ماشي كل يوم كرة اليد، ونشوف على الأقل ملي كنشوف كرة القدم كل يوم نشوف على الأقل رياضات أخرى، ولكن نشوفها بجمالية، نشوف نعرف نسوقوا، لأن الاتحادات لازم أنها تعرف تسوق. كنعرف بأن هناك تلفزة، تلفزة من التلفزات كتحاول تنقل المباريات، ولكن لما كتشوف بأن المدرجات فاضيه وما كتشوف بانهم مستشارين، ما يمكنلاش تكمل في الطريق هذه الا ما كانش هناك بحال قلت الوان، ما كانش هناك حماس، ما كانش هناك اشياء اللي يمكن تجلب النظاره. ولكن باش نجلب النظاره لازم ان الدوله تساعد الاتحاديات هادو او تساعد الجامعات هادو بامكانيات بوسائل حتى يمكن لها ان يكون عندها بحال اللي كنرجع دائما المنتوج يكون منتوج مسوق. دعني اقرا بدور مدريد، مش عارف من بلده، يقول لان كره القدم احلى رياضه وامتعها، لم أرى رياضة أجمل من كرة القدم، وأكبر دليل على ذلك كل مشتركي الجزيرة الرياضية من أجل كرة القدم فقط. منير الشمري يقول سؤالي إلى الضيفين وإلى كل العرب، لماذا لم تتقدم أي دولة أن استضافة مثل هذا الحدث سوف يجلب الأموال والاقتصاد والشهرة للدولة المنظمة؟ يا سيد الكريم، قطر قدمت ترشيحها ونالتها، والمغرب قبلها قدمت ترشيحها، ومصر كذلك قدمت ترشيحها، وتونس وليبيا كلهم قدموا ترشيحهم. باختصار شديد لم يبقى عمر البرنامج دقيقة واحدة، هل صراحة تعتقد الأستاذ سلطان بأن الإعلام العربي قام بدوره كما ينبغي مع الممارسين؟ أنا لا أتحدث عن المستوى العالي، أتحدث عن الجماهير الممارسة لرياضات أخرى، هل تشجعونهم عليها؟ لا، لم يقم بدوره، هذا واقعي ولا يمكن أن أغالط الحقيقة ولا يمكن أن لكن قياسا بالواقع وقياسا بالظروف وقياسا بما هو متاح، أعتقد أن الأمر هو طبيعي جدا. شكرا جزيلا الأخ نور الدين عبدن. الحساسية هذه تبقى موجودة إلى الأبد من كرة القدم بالنسبة من رياضيين آخرين، وتبقوا هكذا تتفرجون على الوضع يسير بهذه الكيفية أم يأتي اليوم وتتغير الأمور مثلا؟ وأنا كلجنة أولمبية أنا مع كرة القدم كذلك، ولكن أتمنى أن الإعلام إن شاء الله يعطي أهمية أكثر للرياضات الأخرى. أنت كأمين عام للجنة الأولمبية من المفروض تكون مع كل الرياضات، مع كل الرياضات، مع كرة القدم كذلك، ولكن حتى هو يحضر مباريات كرة القدم ولا يحضر مباريات كرة السلة. أستاذ نور الدين عبدن بالأمين العام للجنة الأولمبية المغربية، شكرا جزيلا على سعة صدر كنت معنا من المغرب. الزميل العزيز الصحفي في جريدة الجزيرة سلطان المهوس، ألف شكر على أنا حضور. والله اللي شاكر لكم استضافتي في هذا البرنامج الرائع جدا، شاكر لكم أيضا استضافتي مع هذا الرجل النبيل الرائع جدا، واتمنى انك تكون الحلقه جميله جدا وايضا مثريه لجميع المشاهدين. شكرا جزيلا بكم كذلك، شكرا جزيلا، شكرا لكل الذين شاركوا معنا عن طريق الايميلات وعن طريق الفيسبوك، ولكل من حاول الاتصال بنا ولم نستطيع ولن نستطيع ابدا ان نشرك كل المتدخلين عبر الهاتف. فالاسبوع المقبل في مثل هذا الوقت سيكون الموعد مع اخر عدد من برنامج كل روح رياضيه لهذا الموسم، اتمنى القاكم بخير، شكرا لكم والى اللقاء ان شاء الله.